أنا ماني لحالي، هذا مو من حقي إلي لحالي، هذا من حق روز ومن حق أخي وستي كمان. طلع على أخي، هو لساته صغير. وروز، أمي روز خسرت كل شيء وبسببي أنا. وستي، ستي طول عمرها عايشة بهذا البيت. أنا لو كنت بعرف إنكم بدكم تضحوا بهذا البيت كرمالي ما كنت تزوجت أبداً. ما تحكي هذا الحكي. خلص حبيبتي لا تلومي حالك، الملامة والزعل ما عادوا يفيدوا لأنه ما رح يرجعوا الشي اللي راح. إيه بعرف ستي، أنا بعرف هالحكي، بس أنتي قليلي أنا كيف بدي أقدر أعيش حياتي وأنا بعرف إنكم خسرتوا كل شي بسببي. أنتوا ضحيتوا بكل شي مشاني أنا، بس أنا ما بستاهل هالتضحية. لا تبكي، لا صايبة. صايبة لوين رايحة؟ كارنال حط شرط مشان يقبل بالزواج، قال إذا هالزواج بده يتم لازم البيت يتسجل باسمه. لوين؟ شو شبكي؟ بتعرف؟ كنتي بتتمشى وبتشرد بكتير أمور وما بتنتبه على اللي حواليها. لا ما بعرف، الشيء اللي شفته أنه مرت ابنك مو عملت لك قيمة أبداً، أنت ناديت لها بس ما ردت عليك. طيب روح هلأ وأنا بكرة بشوفك. ماشي ماشي. لا ما في فائدة من إني روح لعندها، هي البنت مثل الملكة اللي عندها ساحر، بس للأسف هذا الساحر اللي بيأثر عليها مو ابني. ما بعرف ليش ما بترد عليه، شو قصته هذا الولد؟ شو قصته؟ ماله مسيطر عليها، عايش وكأنه خدام عندها ومو فارق معه حدا تاني. اليوم انتي أهنتيني مرتين يا صايبة، وبوعدك إنه عقابي عقابي رح يكون على أهلك. هرجوت، شو في خير شبك؟ ليش مستعجل؟ وينهم؟ ماني شايف حدا منهم. وين بدهم يكونوا؟ أكيد بيكونوا بغرفهم. شوف هالكركبة، اتصل بهذا بابو مشان يجي ياخذ هدول الطناجر وينظفهم. مو شايف منظرهم بدهم تنظيف؟ سكتي، كل هذا الشغل رح ينشغل. روحي بسرعة ونادي لهدول العالم. ما سمعتي؟ روحي. طيب رايحة. بقدر افهم ليش عم تبكوا، هي شاطرة بهالامور، دائما بتضحك عليكم بهي الدراما. لو عن جد نحن مهمين عندها ما كانت تركتنا وراحت على لندن. لو نحن عن جد مو مهمين عندها يا روز ما كانت رجعت لهون.